يريدها خمسة، محاولة وانطلاقة، الراهب داخل منطقة الجزاء، حاول محاولة، مايقا مايقا الراهب، جول جول خامس، والله كبيرة كبيرة كبيرة، والله حالة حالة الحقيقة على كلماته وعلى آهاته، كان يحضر في منصات التتويج واليوم يشاهد فريقه بهدف الراهب الخامس بعد كورة راحت للاتحاديين وردت لهم مرة ثانية وما عليها خطورة، ردت للراهب ولعبها قوية ما بين مايقا والراهب، وكم مدافع، أربعة مدافعين مقابل مهاجمين، معنى هذا يشرح الحالة يا سادة يا كرام اللي عليها وضع فريق الاتحاد الذي لا يسر. هل رأيت يا آسيا المونديالي الكبير؟ هل